الذي أريد أن أقوله، عندي عدة ملاحظات، وكل ملاحظة عليها سؤال أطلب من المسؤولين ومن الناس اللي هم متحمسون، من الناس الذين هم متحمسون لهذا القرار ويبررون لهذا التوجيه بإيقاف يعني التقييد والتسجيل في العدادية الدينية، ويبررون له ويقولون للطرف الآخر: أنتم تتسرعون وتتهمون وزارة التعليم وتتهمون وتتهمونها، وهي مبنية على يفترض فيكم تبنوا على حسن النوايا، وأن هذا يعني يكتبون كلاما. أريد أن أقول لهم جميعا، مسؤولين للمسؤولين ولمن يكتبون هذه الكتابات، هذه الملاحظات، كل ملاحظة أريد أن أوجه عليها سؤالا، عليهم أن يجيبوني عليه. إذا كان هو مقنع ووجيه فنحن كلنا نخضع الحق، وأنوفنا يعني تحت الحق، ولا نرفع رؤوسنا على الحق أبدا معاذ الله، لأن هذا جزء من الدين، وهذا جزء من الإيمان، وهذا هو الذي ندين الله عز وجل عليه، معاذ الله أن نرفع رؤوسنا على الحق. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والرجوع إلى الحق فضيلة. فالملاحظات الملاحظة الأولى، علمنا أن وزارة التعليم قبل أن تقوم بهذه الإجراءات أسقطت هيكلة التعليم الديني من الوزارة، يعني أخرجت هيكلة التعليم الديني ولم تذكر فيها من ضمنها وزارة إدارة التعليم الديني، وهي من حيث الواقع موجودة في ذاك الوقت، موجودة إدارة التعليم الديني، تجاهلتها وأسقطتها ولم تذكرها. طيب، عندما يريد الإنسان أن يصلح يعني جزء من التعليم فيه تقصير قصور وفيه خلل وفيه خطأ، بماذا يكون إصلاحه يا ترى؟ نحن نعلم أن التعليم بصفة عامة، ليس التعليم الديني فقط، التعليم في بلاد التعليم العام هو يعاني من قصور وفاقد لمقومات الجودة، وكلنا يعلم عندما نرجع إلى الترتيب الدولي لليبيا في مجال التعليم، كل التقويمات التي تخرج في العالم هي تخرج ليبيا فيها بعد جميع الدول العربية، وترتيبها بعد 100، إما قبل لما يكون ترتيب 130 ولا 140 هي تكون قبل الأخير بواحدة. وفي بعض التقويمات اللي خرجت العالمية تستثني ليبيا والعراق والشام وسوريا والصومال، تستثنيهم من جودة المعايير، تقول ما دخلوهش فيها على الإطلاق. يعني المعايير تقول مثلا سنغافورة رقم 1، وتذكر الدول العربية تقول تونس 84، وتقول الجزائر بعد 100، ولما تجي ليبيا تلقاها إما في 130 ولا بعضها لا يذكرها أبدا. فنحن كلنا نعلم أن التعليم العام في ليبيا فيه خلل وفيه تخلف عن مقومات ومعايير الجودة. طيب، ما دام التعليم في ليبيا كل العام بهذه الصورة، ورأينا أن التعليم الديني نسلم أنه أيضا في هذا الخلل، ورأت الوزارة أن من طريقة إصلاح التعليم الديني أن تسقط هيكلة الإدارة الدينية وتفككها حتى هي موجودة، تخلصوا منها. فهذا هو السبيل للإصلاح، لو كان هذا هو السبيل للإصلاح، معنى هذا لما يكون فيه خلل كما هو معلوم في التعليم العام ينبغي أن نلغي وزارة التعليم. هذا الخطوة الأولى اللي نبدأ بها، زي ما بدينا في الخطوة الأولى بإصلاح التعليم الديني ألغينا إدارة التعليم الديني، كذلك في التعليم العام اللي نقر جميعا أنه محتاج إلى إصلاح، كان ينبغي عندما نريد أن نصلحه أن نبدأ بإلغاء وزارة التعليم. هل هناك عاقل يقول بهذا القول؟ لا يمكن. ثم إنه كيف عندما أرادت الوزارة أن تصلح من المعلمين والمدرسين في التعليم العام، قالت نريد أن نعيد تأهيلهم ونعملهم امتحانات. فإذا كان عندكم اعتراض أيضا على المدرسين في التعليم الديني، كان ينبغي أيضا أن تشملوهم بهذا التأهيل الجديد، بحيث تسوون بين هذا وهذا.